ريال مدريد يسحق ليفربول بالثلاثة في استاديوم دي ستيفانو في مباراة بذكريات الماضي لريال مدريد، ومباراة عليها علامات استفهام كتيرة جدا على ليفربول ويورجن كلوب ولاعيبة ليفربول. هنتكلم النهاردة في مباراة لريال مدريد وليفربول في الشامبيونز ليج. استنى الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان الحلقة توصل لأكبر عدد من الناس. أول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش نتكلم عن ملحمة ريال مدريد وليفربول. حطني رقم واحد في الانقاصين. خلونا نبدا بتشكيله الفريقين، الفريقين اللي كان عندهم كذا فكره، ليفربول عنده افكار بيحاول انه يطبقها في ارضيه الملعب، ونحتار ريال مدريد برضه عنده شويه افكار بيحاول انه يطبقها في الملعب. خلينا نبدا بتشكيله صاحب الارض والجمهور بس الجمهور مش موجود في الملعب، بس خلينا نبدا بصاحب الارض. ريال مدريد بدا بكورتوا حراس المرمى قدامه ميليتاو وناتشو بسبب غياب راموس للاصابه وفاران الكورونا، على الشمال بمندي، على اليمين فاسكيز بسبب برضه غياب كارفاخال للاصابه، ثلاثي نص الملعب الثلاثي المعهود كاسيميرو ومودريتش كروس، قدامه ثلاثي هجومي اسينش على اليمين فينيسيوس جونيور على الشمال وبنزيما كمهاجم صريح. الناحيه الثانيه عند ليفربول، ليفربول بدا بالاربعة ثلاثة ثلاثة، بدا بيه في حراس المرمى بأليسون قدامه كباك وناثان فيليبس، على الشمال بيلعب بروبرتسون على اليمين ارنولد، ثلاثي في نص الملعب فابينيو وهندرسون، والمفاجاه اللي كنتش متوقعها انه يبدا بنابي كيتا النهارده على حساب تيجو الكانتارا، والثلاثي الهجومي صلاح وماني وجوتا وفيرمينيو برده جنبه على الدكه. خلينا نبدا بليفربول ونتكلم عن افكار كلوب اللي كان بيحاول يطبقها. كلوب كان بادئ بالاربعة ثلاثة ثلاثة، وبادئ بالخاص بفينالدوم ونابي كيتا بسبب فكره معينه، ان هو يضغط على ثنائي نص الملعب مودريتش وتوني كروس عشان ما يخليهمش يستلموا، ويخلي كاسيميرو هو اللي يبدا الهجمه، ما يحاولش يطلع بالكوره على الثنائي دول. ولكن رد عليه الناحيه الثانيه زيدان بفكره ثانيه جديده، وان خلى كروس هو اللي يبدا الهجمه مش كاسيميرو. كنا بنشوف كروس هو اللي بينزل في وسط القلبين الدفاع، بيخلي ناتشو وميليتاو يفتحوا الملعب، وكروس هو اللي يبدا يستلم الكوره ويبدا هو الهجمه من ورا لقدام، مش بيخلي كاسيميرو يبدا الهجمه. وده برج نص ملعب ليفربول. ليفربول نص ملعبه نابي كيتا او فيناندو اللي كان المفروض ينزلوا في نص الملعب عشان يضغطوا على نص ملعب ريال مدريد وما يدوليش فرصه ان يبدا الهجمه، فنص ملعب ريال مدريد بيبدا الهجمه بكل سلاسه في الشوط الاول، وكان مفيش نص ملعب لليفربول. وكمان ريال مدريد كان بيلعب على ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان يخلي كروس هو اللي يبدا الهجمه، وده عارف يعملها بشكل مميز. الحاجه الثانيه ان فينيسيوس جونيور يلعب في ظهر ارنولد، والحاجه الثالثه ان اسينسيو يستغل المساحه اللي هيفتحها له بنزيما في قلب دفاع ليفربول. زيدان عارف ان قلبين دفاع ليفربول كباك وفيليبس الاثنين بطوء، الاثنين بطوء، فكان حاول ان يبعد الاثنين عن منطقه الجزاء وعنهم عن بعض، كان يحاول ان كباك وفيليبس يبعدوا عن بعض علشان يخلق المساحه في وسطهم، ودي كانت بتحصل كذا مره وبانت في الجون الاول لريال مدريد، ان كاسيميرو استلم الكوره ولعب ثرو طويل كويس جدا 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 بالمسطره، وكانه ماسك مسطره وبيلعب بالكوره بيها، ولعب الكوره اللي فينيسيوس جونيور في قلب الاثنين المدافعين البطاء جدا، والاثنين المدافعين اللي كانوا بعيد عن بعض جدا بسبب المساحه اللي خلقها بنزيما، واستلم فينيسيوس جونيور وراح حط الجون الاول في ريال في ليفربول. بعد الجون الاول انا كنت متوقع ان ليفربول هيبقى ليه رد فعل، هيبقى ليه شكل تاني، هيبقى ليه مثلا ضغط العالي بتاع ليفربول. ليفربول الشوط الاول كان منكمش مش منظم، ليفربول كان منكمش، بنشوف الاثنين الظاهرين ما بيضغطوش ما بيطلعوش، ارنولد وروبرتسون واقفين في نص الملعب متحفظين جدا جدا جدا، الثنائي المدافعين كان كلوب مش عارف هو بيحاول يلعب على الاوفسايد جيم ولا بيحاول يلعب على ايه، لان ما كنتش فاهم ان انت قلبين الدفاع بتوعك بطاء واللي انت مطلعهم كل ده، يعني انت مفروض تضيق المساحات جدا، تضيق مساحات نص الملعب على المدافعين عشان ما يبانش البطء بتاع دفاعك. لكن لا، يورجن كلوب النهارده كان مخلي دفاعه نوعا ما مكشوف، لان كان بيعتمد على نص الملعب انه يضغط على نص ملعب ريال مدريد ويعزل نص الملعب ده عن الهجوم، وده ما حصلش. لان ريال مدريد لما كان بيلاقي نفسه مش عارف يلعب على الارض كتير، فبدا يلعب كرات طويله، والكرات الطويله جه منهم جولين، الجون الاول لفينيسيوس جونيور والجون الثاني اسيست غريب جدا من ارنولد، كوره بترفع عرضيه ارنولد بيخش بدماغه يحطها لاسينسيو، اسينسيو بيخش يلم اليسون يحط الجون الثاني، و2-0 ليفربول. شوط اول غريب على كل الاطياف على كل الخطوط، هجوم ما بيضغطش
نص ملعب تايه، دفاع بطيء جدا ومكشوف لابعد الحدود، وده اللي خلى يورجن كلوب قبل ما اصلا يخلص يسحب نبي كده من نص الملعب وينزل تياجو كانتارا. ليه نزل تياجو كانتارا وليه اصلا كان بادئ ان يقعد كانتارا على الدكه؟ دي حاجه مش فاهمها، لكن نزول كانتارا كنت فاهمه نوعا ما شويه، ان نزول كانتارا انه يمسك كرة في نص ملعب ليفربول شويه، يبتدي هو اللي يوزع لعب الهجوم ليفربول شويه، لان ليفربول هجومه كان منعزل كليا عن نص ملعبه ودفاعه في الشوط الاول. نص ملعبه ودفاع ليفربول كان في حته والهجوم كان في حته تانية خالص، وده اللي خلى ليفربول يلعب بشكل غريب جدا. لكن برضه مش اقول لك ان ليفربول كان وحش عشان كده ريال مدريد اللي شكله بقى احلى، لا، ريال مدريد كان بادئ المباراه اكون بيلعب مباراه كبيره جدا 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 بذكريات الماضي، فعلا بذكريات الماضي. لو كان عند ريال مدريد هجوم اشرس واقوى من دون كان مباراة، كان الشوط الاول يطلع 3 4 مستريح. لو كان مثلا بدل فينيسيوس جونيور بيلعب برونالدو على أقرب مثال، كان المباراة دي خلصت بكتير بفرص كتير وجوان كتير. لكن في ظل ضعف هجوم ريال مدريد، في ظل ان ريال مدريد خرج الشوط الاول 2-0، الشوط الثاني كان شكله مغير نوعا ما شويه. ليفربول بادئ الشوط الثاني بيضغط، ليفربول عايز يجيب جون، عايز يهدف في مرمى ريال مدريد في ارضه عشان يساعده في الانفيلد. ده اللي عمله ليفربول، ان في ظل الضغط 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 قدر يجيب جون وقدر يرجع امره نوعا ما شويه بعد ما النتيجه بقت 2-1 2-1، نتيجه بقت خلاص يلا يا رجاله يلا نضغط يلا هنجيب جون يلا ان شاء الله ممكن نتعادل وممكن نعمل نتيجه كويسه في دي ستيفانو. ولكن في هجمه غريبه من هجمه مرتده من كورنر بتطلع اسينسيو بيروح بشبه انفراد بيحاول يبصيها العرضه كان ارنولد بيشيلها بكوره معلمه، بيشيل الكرة بمعلمة، ولكن الاوت بعد الكرة اللي شالها ارنولد كرة تلعب اوت، بنزيما يستلم ويديها لمودريتش، مودريتش ياخد الكرة ويديها لفينيسيوس جونيور بيشوط، اليسون المفروض ان ياخد خطوتين ويشيل الكرة بايده، لكن اليسون اترمى من الثبات وابتدت الكرة تخش جون بعد ما خبطت في اليسون ودخل الجون. ليفربول ممكن يرجع في انفيلد وارد، ولكن لو ليفربول برضه نزل في ماتش انفيلد بيحاول يقفل على مفاتيح لعب ريال مدريد وبيحاول انه يقفل على نقاط القوه بتاعته، مش يستغل نقاط القوه بتاعته هو، يعني ليفربول بيحاول يضعف نقاط قوه ريال مدريد مش يلعب على نقاط قوته هو، ليفربول هيودع دوري الابطال من دور الثمانيه. ولكن لو ليفربول نزل في مباراه الانفيلد بيضغط ضغط شرس، بيحاول يهدف، بيحاول يرجع في المباراه، بيحاول يعمل ريمونتادا، بيحاول يسجل هدفين عشان يصعد في البطوله، هنلاقي شكل مغير لليفربول. مباراه للنسيان ليفربول، ولكن مباراة تاريخية لريال مدريد. لحد هنا والنتيجة لسه ما اتحسمتش، المباراة اللي تخلص 3-1 مباراة لسه ما اتحسمتش، والريال وليفربول قادر ان يرجع في مباراة العودة. ريال مدريد ما حسمش اي حاجة مباراة الذهاب، المباراة دي هتفضل معلقة لحد اخر دقيقة في مباراة انفيلد. مباراة شرسة هننتظرها في الف الاسبوع الجاي. ريال مدريد قدم مباراة كبيرة جدا 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 في دي ستيفانو، ليفربول قدم مباراة للنسيان لكلوب وليفربول. اتمنى كلوب يصلح اخطائه، اتمنى كلوب يصحح اوضاعه، يشوف نقط ضعفه فين، يشوف نقط قوته فين، ويحاول يغطي على نقط ضعفه ويحاول يستغل نقط قوته بكل شراسة. النهارده في لاعبين كتير عليهم علامات استفهام، ماني النهارده علامة استفهام قد كده قد كده، اوت اوف فورم بكل معاني الكلمه. جوتا النهارده ما كانش موجود وما جاش في المباراه، كيتا مش موجود، فينالدو مش الاول ما كانش موجود ولكن رجع صح اخطاء الشوط الثاني، كباك قدم مباراه من اسوأ مبارياته. ليفربول كالعموم النهارده لعبته كلها مش واقفه على رجلها، بعيد عن الاخطاء الدفاعيه اللي كانت حاصله والاخطاء الكارثيه اللي حصلت سواء في الشوط الاول والشوط الثاني، ولكن الفريق كله مش واقف على رجله. اتمنى كلوب في مباراه الاياب يحاول يصحح من اوضاعه، يحاول يرجع في مباراه من جديد، وان شاء الله باذن الله ليفربول يقدر يصعد المباراه مع احترام لكل جماهير ريال، بس انا ليفربولي فاكيد بتمنى فريق يصعد. ولكن في الاول والاخر ده كان راي شخص واحد اللي هو انا في مباراه ريال مدريد وليفربول. قول رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل ليفربول قادر على العوده في الانفيلد والصعود للسيمي فاينل، ولا خلاص ريال مدريد حسمها وحسم بطاقته للسيمي فاينل؟ قول لي توقعك في الكومنتس، ولو حضرتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل حلقه اكبر عدد من الناس. اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.